سيدي علي خويا هذا التمرين ماشي هكذا، لازم تفوكسي مليح الخدمه تاعك، لازم هنايا التركيز يكون عالي، باسكو الا ما ركزناش على العضله تاع الظهر ما راح تكون خدمه ايفيكاس. ادخل شوف خويا سيدي علي، فوالا ايوا فوالا، اجبد مليح ماكس هنا عصر تاع العضله، فوالا لازم يكون سكويز، والفوق خلي ما قبل النهايه، فوالا تري بيان، هذا هو الخدمه تاع هذا ليكزارسيس. وتزيد لازم ترجع لهنا شويه هكذايا، باسكو علاش جايين العضلات تاع الدوسو جايين افقيه، صافي لازم باش توشيه مليح لازم ترجع شويه هكذايا، هنايا راح هنا راح تكون التركيز اكثر على اللات، فوالا تري بيان، وتزيد تطلع شويه الفوق هكا هوب، فوالا تعاود تهبط شويه، فوالا توجور تطلع شويه، تزيد تعاود تهبط لهنا هكا هوب، هنا راح يكون التركيز اكثر على هذه العضله.